أنت أين اليوم في هذا اليوم المبارك أن نقوم بقضاء صبيحة يوم عيد الفطر في مستشفيات ولاية بومرداس وفي دار الطفولة المسعفة من أجل إدخال البهجة والسرور ومشاركة الأطفال المرضى وأطفال الطفولة المسعفة بعيدهم لكي نوفر لهم الجو الدافئ والجو العائلي، وكان ذلك برفقة كل من السيد رئيس النشاط الشعبي الولائي، السادة مدير الصحة، مديرة النشاط الاجتماعي، كذلك رئيس دائرة ثنية، رئيس دائرة بومرداس، رئيس دائرة برج منايل، وهذا من أجل روح التعاون وإطفاء الجو العائلي والأسري لأبنائنا، متمنين لهم الشفاء العاجل إن شاء الله والعودة إلى منازلهم بإذن الله.